بتنظيم من مجموعة رسل الرحمة في بيت لحم، أقيم في كنيسة مار فرانسيس المحاذية لكنيسة المهد قداس إلهي تخللته ساعة سجود وصلاة وتأمل، حيث أجمع المشاركون في القداس على أن حب الله ليس له حدود. مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوة شاركت في القداس وعدت التقرير التالي. أقامت مجموعة رسل الرحمة الإلهية ساعة سجود وصلاة وتأمل، وقداس ترأسه الأب لويس خوري كاهن في رعية بيت لحم، وذلك في كنيسة القديس فرانسيس في بيت لحم المحاذية لكنيسة المهد. امتلأت أدراج الكنيسة بالمؤمنين بتأمل وخشوع مع القديسة فوستينا والتعايش مع اختباراتها الروحية العميقة لكل الذين لم يعرفوا ويعاينوا الرب يسوع، حيث أنه بشفاعتها يعرفوه عن قرب ويسمعوه ويشاهدوه وجها لوجه. فساعة السجود للقربان المقدس والتأمل والصمت والترتيل أقيمت لجميع المتألمين في العالم أجمع. وبعد التأملات أقيم القداس الذي ترأسه الأب خوري، وكانت الصلاة بالاستغاثة بالرحمة الإلهية لكل البشرية، متضرعين إلى الله الرحيم أن يتحنن على العالم أجمع وأن نتمم إرادته المقدسة طول الحياة حتى ساعة موتنا. فنشر رسالة الرحمة الإلهية من خلال ظهور المسيح للقديسة فوستينا البولونية، حيث طلب منها أن تنشر رسالة الرحمة للعالم ودعوة الجميع خاصة الخطأ للجوء إلى رحمة الرب وطلب المغفرة في جميع ظروف الحياة. تأسست مجموعة رسل الرحمة سنة 2017 بداية استلام الأب رامي عساكرية كاهن رعية لكنيسة القديسة كاترينا في بيت لحم. هو من خلاله دعم وشجع على نشر رسالة الرحمة الإلهية، وإحنا بدورنا نعمل على إعطاء الكلمة الشفوقة والصلاة وأعمال الرحمة. في سنة 2018 احتفلت مجموعة الرحمة الإلهية بعيد الرحمة، بيكون في الأحد الأول بعد عيد الفصح، وبكل فخر شارك في هذا الاحتفال القاصد الرسولي لمدينة القدس. خلال الاحتفال أعطى البركة الرسولية للمجموعة، هاي كانت الشعلة والانطلاقة بدعم ونعمة الروح القدس لمجموعة رسل الرحمة. إحنا بصفتنا مجموعة الرحمة الإلهية منعيش روحانية القديسة فوستينا بطلب من السيد المسيح، طلب منا إنه نمارس 5 أعمال رحمة لنشر رحمته. صورة الرحمة الإلهية ننشرها، تلاوة المسبحة، ساعة الرحمة، تساعية الرحمة الإلهية، والاحتفال بعيد الرحمة الإلهية. وقد أظهرت لنا صورة الرحمة الإلهية وهي عبارة عن خروج شعاعان من جنبه المطعون، أحدهما أبيض ويرمز لماء العماد وحلول الروح القدس، أما الشعاع الأحمر فيرمز لدم الرب يسوع الثمين، ثمن فدائنا وخلاصنا، وطلب ذلك نشر عبادة قلب يسوع بصلاة مسبحة الرحمة الإلهية. وهذه الرسالة لتقديم إكرام خاصة للرحمة الإلهية له معنى عميق، وهو دعوة البشر لفهم أكثر وأقوى بأن حب الله ليس له حدود ومتاح لكل إنسان وخاصة الأشرار. اليوم كان عندنا ساعة سجود مع القربان الأقدس وقدمناها لكل القلوب المتعطشة ليسوع أنه يدخل بقلبهم يخلصهم من أي نوع من الكبرياء اللي عندهم، أنانية أو الغضب.
وعلشان نتحد مع قلب يسوع الأقدس بهذا الوقت، وكمان نطلب منه فضيلة التواضع. في واحد من القديسين قال إنه فضيلة التواضع هي الإشي الوحيد اللي الشيطان بيقدرش يقلده، ففضيلة التواضع بتكون مهمة جدا. وإحنا بنعرف إنه ربنا يسوع المسيح وضع نفسه، نزل من السماء للأرض علشان أوحبنا حتى ولو كنا خطئين خطأ. فأعطانا مثل عظيم وشاهق عن فكرة التواضع. إحنا بنطلب هاي النعمة من ربنا اليوم، وهذا اللي عملناه بوقت ساعة السجود. أنا بحب أشكر كتير نورسات الأردن ولبنان لأنه بعطوا الوقت علشان ينقلوا كلمة الرب من الأراضي المقدسة للأردن ولبنان ولباقي أنحاء العالم. أنا كنت عايش بالولايات المتحدة وكنت أسمع لنورسات من هناك، وشعرت إنها فعلا خدمة كبيرة ونعمة لكل المؤمنين اللي هناك. في ناس كتير هناك يمكن لغتهم الإنجليزية لسه مش كفاية حتى يفهموا القداديس اللي بالإنجليزي، فنورسات بقدم لهم خدمة عظيمة في بيوتهم. للنورسات مارلين الحدوة من كنيسة مار فرانسيس بيت لحم.